مشاهدينا ما زلنا نتابع معكم فعاليات ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وجائزة أفضل ممثلة في هذه الدورة ذهبت إلى الفنانة الجزائرية أسماء شيخ بطلة عرض نوستالجيا العرض الفائز. أهلا وسهلا بيكي وألف مبروك. أهلا بيك، شكرا. قولي لي إيه إحساسك بعد الحصول على هذه الجائزة القيمة؟ والله إحساس كتير مليح أني يكون تتويج في في مهرجان عريق مثل المهرجان الدولي للمسرح بالقاهرة، يعني كتير فرحانة. رغم ذلك نعزي إخوتنا في تونس على طبعا وفاة الفنان القاد. طبعا. قولي لي دي زيارتك الأولى للقاهرة؟ زيارتي الأولى للقاهرة. إيه انطباعك عنها؟ كتير عجبتني القاهرة، حضارة. يعني إيه اللي خلاك يعني تحرصي على المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؟ شايفة إيه اللي بيميز هذا المهرجان؟ مهرجان كتير عريق، يعني كل الفنانين مروا من خلال هذا المهرجان، يعني هذه بالنسبة لي جائزة كبيرة. لما بنقول إنه مهرجان للمسرح التجريبي يمنح جائزة أفضل ممثلة، فبالتأكيد أيضا هذه الممثلة فأدائها شيء تجريبي، شيء مميز، شيء خارج عن المألوف. قولي لي إيه اللي تميز بيه أدائك واستحقيتي عنه هذه الجائزة؟ والله بكل صراحة، يعني هذا التتويج نهديه بزاف للفريق تاعي، فريق مسرح النقطة، يعني أول اللي كان سبب في هذا الفوز هو البارتنير، يعني البارتنير تاعي فتحي مباركي اللي كان سند ليا في هذه المسرحيه، يعني كنا نخدموا ديو يعني ثنائي، هو اللي كان سند ليا، نشكره كثير ونهدي هو ايضا هذه الجائزه. عزيز. ونهدي كل فريق. برضو انا مصر اعرف ايه اللي خارج الصندوق في اداء أسماء شيخ. ايه اللي خارج الصندوق؟ ايه التجريبي في ادائك واستحقيتي عنه هذه الجائزه القيمه؟ هي امنا في الفكره. الفكرة أمننا فيها، يعني الفكرة مختلفة. أمننا في فكرة مسرحية نوستالجيا، هي اللي خلتنا يكون عندنا طموح باش نجيو مهرجان القاهرة، باش والحمد لله. اتفرجتي على باقي العروض المشاركة في طبعا 18 عرض دخل المسابقة الرسمية، اتفرجتي عليهم؟ اتفرجت. ايه الإضافة اللي كسبتيها من مشاهدة هذه العروض؟ أكيد تتعلم من خلال تمثيلهم، تشوف الإخراج، تشوف كل شيء، يعني كل شيء جديد. هذا المهرجان اللي ميزه أنه كل شيء كان جديد، كل شيء بالنسبة لي، يعني تعلمت بزاف صوالح. إيه أكثر عرض عالق في ذهنك وحترجعي وأنت بتفكري فيه للجزائر؟ اليونان. العرض اليوناني، إيه اللي بيميزه؟ تمثيلهم كان حلو، أنا كممثلة نشوف التمثيل، يعني تمثيلهم كان حلو، كان مختلف. أنا سعيد جدا بوجودك. شكراً. في مصر الحقيقة. وجميل إنه إحنا يعني مصر حريصة على تنظيم هذا المهرجان رغم الظروف الصعبة، وسعداء جدا بوجود هذا الكم الهائل من الفنانين العرب والأجانب. وألف مبروك مرة تانية. شكراً. على الجائزة. وقولي لي كلمة أخيرة بقى عايزة توجيها لجمهورك في الجزائر. أول شيء نشكر فريقي، فريق مسرحية نوستالجيا، أمنوا في الفكرة وأمنا، يعني نوستالجيا بدأت من صفر دينار، يعني وكشغل كان ديفي، يعني كان تحدي بالنسبة لنا. أول شيء نشكر المخرج الأخضر منصوري اللي كان يدعمنا، والمخرج تاعنا، يعني هو المخرج مسرحية نوستالجيا. نشكر فتحي مباركي اللي كان رفيقي على الركح، ايضا مساعد المخرج عبد الله بهلول كان سند لنا، كان يتبعنا، كان نشكرهم كثير. مختار موفق اللي كان مصمم الإضاءة، يعني كل ساهموا في، بلا ما ننسى المسرح الوطني اللي كان أيضا مساهم في هذه التجربة، مسرح صعيدة أيضا.
ونشكر وشكرا. واحنا كمان بنشكرك على وجودك معانا كتير. والف الف مبروك الفنانه اسماء شيخ، الفنانه الجزائريه الحاصله على جائزه افضل ممثله في مهرجان المسرح التجريبي هذا العام. شكرا جزيلا لك. شكرا. الف شكر.